بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأحد الموافق 20/9/2020، ومن مجزر البساتين تم تحميل عدد 16 طن لحوم طازجة لتوزيعها على المدريات الآتية: الفيوم 4 طن، بني سويف 3 طن، القاهرة 3 طن، الجيزة 3 طن، القليوبية 3 طن، وعلى كل سيارة مفتش عام لتسليمها إلى السادة وكلاء الوزارة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.